السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات سريعه جدا ولذيذه جدا جدا جدا. هنعمل اسرع براونيز ممكن تعملوه وبألذ طعم، طعمه لطيف جدا. هنعمله كمان في قوالب الكب كيك. المكونات كلها عباره عن 3 مكونات، هي دقيق وبيض والشوكولاته القابله للدهن. الدقيق عندنا هناخده هنخليه في الاخر، دلوقتي هناخد البيض اللي عندنا والشوكولاته دي والدقيق كمان ناسفه والفانيلا كمان طبعا، لان بدل فيه بيض يبقى اكيد فيه فانيلا. خلينا اول حاجه هنعملها هنحط الدقيق اللي عندنا مع البيض. اول حاجه هنحطها هي البيض، هنحط الثلاث بيضات اللي عندنا. وهنحط معاهم الفانيليا وهنخفقهم شوية. هنبتدي بقى نحط دلوقتي الدقيق بالتدريج. خلينا بس نلملم اللي في الجناب دول عشان كله يختلط مع بعضه كويس. تمام كده. دلوقتي بقى هنحط الشوكولاتة اللي عندنا، هي اللي هناخد منها كل السكر والشوكولاتة والكاكاو يعني، وكل حاجة هناخدها من الشوكولاتة دي. خلاص كده كل المكونات عندنا اختلطت ببعضها كويس جدا، وزي ما انتم شايفين وصفة سريعة سريعة سريعة، ولما تجربوها هتلاقوها وصفة سريعة ولذيذة. مش بس سريعة، هناخد دلوقتي الكب كيك اللي عندنا وهنبتدي نحط هنملى بقى الكب كيك عادي زي ما احنا
متعودين نعمله. يعني هما دول بصراحة يعملوا واحدة، فإحنا ليه بقى ما نعملهمش؟ عملوا واحدة مليانة كمان. طيب خلاص، دلوقتي هناخد البراونيز السريع اللذيذ بتاعنا ونحطه في الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا 12 دقيقة، وبعدين هنطلعه بقى بعد ما نكون إن شاء الله رجعنا من الفصل. بشوفكم بعد الفصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل الوصفة، الطبق الرئيسي بتاع النهاردة، وهو فراخ على الطريقة الصينية. وصفة من الوصفات السهلة واللذيذة جدا جدا. علشان نعملها خلينا بس نحط شوية زيت على النار علشان يلحق يسخن. طيب احنا عايزين للوصفة دي فراخ متقطعة شرايح، وممكن تتعمل باللحمة. عايزين بصل أخضر وعايزين بصل شرايح، هي الأكلة دي البصل فيها هو الظاهر، مفيش حتى جنبيها حاجة تانية خالص يعني، ولا فلفل ولا أي حاجة تانية، هو بصل وبصل. وعايزين سكر لأننا هنحط صويا صوص، وهنحط الهويزن سو الأويستر صوص اللي هي صلصة المحار، ودي موجودة في السوبر ماركتات وسعرها زي سعر الصويا صوص، مش من الحاجات الغالية خالص. عايزين توم، وعايزين نشا ومية، ومكعب مرق. هناخد دلوقتي أول حاجة هنعملها هي هنحمر الفراخ. خلينا ناخد دي. نحط بقى الفراخ اللي عندنا، بس لسه لما يسخن شوية البوتاجاز. في الوقت ده على ما يسخن البوتاجاز خلينا ندوب النشا مع المية، مع شوية مية.
بس تدوب كلها، بنحطها على بقية المية كده. دلوقتي بقى خلينا نحط الفراخ. هنعوز دلوقتي نقطع كمان الثوم اللي عندنا لشرايح، مش ثوم مهروس. ممكن نحطه هنا مع البصل لانهم هيتحطوا مع بعض. يعني ممكن نحط 3 فصوص تقريبا. كده الفراخ اهي ابتدت عندنا، ابتدت تتحمر، فهنحط بقى بقية البصل اللي عندنا العادي، وهنحط البصل الاخضر. ونسيب شوية كده الوش. نبتدي بقى نحط، بس هنحط رشة فلفل وملح، يعني يدوب هنحط شوية صغيرين جدا، لان احنا هنحط دلوقتي مكعب مرق، هنحط بس شوية صغيرين مش كتير، لان هناخد الملوحة اللي احنا عايزينها من المكعب المرق اللي هنحطه. دلوقتي بقى نبتدي نحط الحاجات بتاعتنا. هنحط اول حاجة الصويا، وهنحط صلصة المحار، نضيف بقى دلوقتي المية والنشا اللي عندنا، بس نقلبهم كويس، لان النشا طبعا لما بنسيبها شويه في الميه بتركن تحت تنزل. خدت شويه هنا ننزلها، ونحط بقى معاهم السكر علشان هي مش كتير السكر على فكره، لما مع الملوحه بتاعت الأويستر صوص اللي هي صوص المحار والصويا صوص، هي مش ابدا مش كتير كمية السكر اللي احنا حاطينها. بس خلاص اول ما يبتدي يغلي يبقى كده عندنا الوجبة دي خلصت، سريعة زي ما انتوا شايفين، للموظفات كده، ولو في امهات عندهم حاجة بتخلص بسرعة، وطعمها لذيذ جدا جدا. خلاص دي كده خلصت عندنا، نحطها بقى طبق.
عليها الفلفل الأخضر، البصل الأخضر أسفة. هيبقى دي كده أول وصفة عندنا. تاني وصفة عندنا خلصت، خلينا نحطها هنا. ودلوقتي بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل الوصفة بتاعتنا اللي فاضلة، وإن شاء الله بشوفكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفة لطيفة جدا للصيف، وهي سلطة المكرونة السريعة. في طبعا سلطات تانية بيتحط لها حاجات تانية اكتر من دي، احنا مش هنحط حاجات كتير خالص. هنحط فلفل الوان، وهنحط ذرة، وهنحط مشروم طازة، وهنحط كمان المكرونة، ومايونيز، ولو تحبوا تضيفوا له معلقه صغيره من الماسترد كمان بتبقى حلوه، وشويه ملح وخلاص. في طبعا وصفات تانية زي ما قلنا بتاخد حاجات تانية اكتر من دي، بس دي ابسط وصفه، وهي تقريبا الوصفه اللي ما بيبقاش فيها حاجه يعني حد ممكن يعترض عليها من نكهات تكون داخله غريبه شويه على الوصفه. فدلوقتي هنقطع بس المشروم بتاعنا، طبعا الفلفل عندنا متقطع الالوان، هنحط كل المكونات مع بعضها. الذرة يمكن كده كفايه، هناخد بقى دلوقتي الملح، عايزين الملح والفلفل طبعا. نحط الاول المايونيز، الاول نحط المايونيز، ونحط شوية ملح وشوية فلفل، ونقلبهم مع بعض. أحسن حاجة تتعمل السلطة دي وتقعد، يعني خلوها تقعد شوية على ما تشرب المكرونة نفسها النكهات، يعني مش نعملها ونقدمها على طول. ويفضل لو تتعمل المكرونة دي وهي السلطة دي والمكرونة دافية، ما تكونش المكرونة ساقعة قوي، لأنها لما بتكون المكرونة دافية أو سخنة بتاخد بتمتص النكهات بتاعت المايونيز والخضار والحاجات دي، بتاخدها وهي سخنة أكتر من ما وهي باردة. فيفضل ان احنا نعمل السلطه دي بمكرونه دافيه او سخنه، وكمان احسن لو نعملها من قبل التقديم بفتره، يعني مثلا ساعتين ثلاثه، علشان خاطر تشرب النكهات كلها وتبقى طعمها اغنى. زي ما انتم شايفين سلطه سريعه جدا ولطيفه بقى قوي في الصيف، وبتتقدم جنب اكلات كتير. نحطها بقى في الطبق بتاع التقديم، ممكن نحطها فين؟ طيب خليها دلوقتي لما نشوف لها طبق، وخلينا نعمل الكريمة اللي هنعملها للبراونيز السريع بتاعنا. الكريمة هتبقى عبارة عن كوباية كريمة، معاها كيس من الكريمة البودرة، ومعاها تقريبا معلقة كبيرة من الكاكاو. ودايما بقول لكم كل ما بيكون
نوع الكاكاو احسن، كل ما الاكله بتطلع طعمها احلى. نوع الكاكاو كتير بيفرق في جوده الحاجه اللي احنا بنعملها. لو عايزينها اغمق شويه ممكن نحط لها كمان حته كاكاو صغيره، يعني تبقى معلقه ونص تقريبا علشان تديني لون اغمق. خلاص زي ما انتم شايفين الكريمة مسكت جامد، ودايما خفق الكريمة البودرة مع كريمة سايلة بدل اللبن بيديني نتيجة احسن طعما وقواما. هناخد بقى الكريمة دي نحطها في كيس الحلواني بتاعنا. ودلوقتي بقى هنطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نعمل فقرة كده، نعمل حاجة من فقرة أفكار بتاعتنا، ونطلع وصفاتنا اللي عملناها النهاردة نقدمها لكم. فبشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلينا دلوقتي نزين الكب كيك اللي عندنا في السريع. طبعا عملنا الكريمه قبل الفاصل ما يخلص. طبعا ده اسرع براونيز ممكن يتعمل، واللطيف ان ممكن الاطفال يعملوه وينبسطوا جدا منه، لان هو ما فيهوش مكونات كتير زي ما انتم شايفين، كله بس عباره عن بيض ودقيق والشوكولاته القابله للدهن. فخلينا دلوقتي نعمل بس شويه كريمه كده نحطها على الوش، بسيط خالص مش هنزينه باكتر من كده. ناخد بقى كده شوية أعلام ونجيب الطبق.
دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة سريعة جدا. طيب دلوقتي بقى هنعمل وصفة سريعة برضو جدا زي ما عودناكم في فقرة افكار. هنستعمل فيها علبة قشطة، علبة تونة، اي علبة عندكم ما تكونش بس حرفها عالي قوي. هناخدها العلبة دي وهترشوها بأي لون عندكم انتوا عايزينه برضو في الصندوق بتاعنا ده. باللون اللي انتوا عايزينه هنرشها. انا هنا برشها بالذهبي خلاص كده. بعدين دلوقتي هنجيب بعد ما رشيناها العلبة عندنا اهي شكلها كده، هنجيب دلوقتي مقص ونفتح ايه بقى مشابك غسيل. هناخد شوية مشابك غسيل، يعني لو عندكم مشابك غسيل قديمة، لو عندكم مشابك غسيل جديدة، هي يعني بتتعمل بشوية مشابك غسيل. هناخد المشابك اللي عندنا هنحطها كده مرة على وش اليمين ونسيبها تنشف شوية، ومرة على الناحية الشمال. وهنخلي في ايدينا اي جليتر من الالوان اللي انتوا بتحبوها، يعني مثلا ممكن ناخد الازرق، ممكن ناخد الازرق. خلينا نجهزه. فاحنا على افتراض ان احنا دلوقتي رشينا الوش اللي تحت ودلوقتي دور الوش اللي فوق، فهنصبغ مشابك الغسيل دي باللون الذهبي. وبعدين هناخد جليتر اللون اللي انتوا عايزينه، ممكن ناخد مثلا الازرق وهي كده لسه مبلوله، هنبتدي نرشها بالسبرينكلز دور اللي عندنا بالجليتر ده اللي عندنا لغايه ما تغطيها شويه او يبقى باين يعني عليها كده اهو، ونسيبها. بس هو ده احنا بنعمل كده بعد ما بنكون رشينا الوشين، يعني مش بس وش واحد، بنسيبها تنشف. وزي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت كتير خالص على ما تنشف. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هناخد اللي احنا عاملينهم من قبل كده. احنا عاملين من قبل كده مشابك برضو بس لونها بالبيربل، عملناها باللون البنفسجي اللي هو خلص هنا ده. فهناخد العلبة بتاعتنا وهنبتدي نحط لها المشابك جنب بعض، واحد جنب التاني. دي يعني فكرة من الأفكار برضو اللي هنبقى نعمل بيها حاجات علشان نستفيد من العلب الفاضية الكتير قوي اللي بتبقى عندنا، سواء بقى علب حليب اللبن المكثف المحلى، ولا علب التونه، ولا علب القشطه. في افكار كتير قوي بتتعمل بيهم العلب دي، ودي فكره بسيطه خالص من الحاجات اللي ممكن نعملها بيهم. كده ممكن دلوقتي ناخد شمعة نحطها جوه بالشكل ده، وممكن كنا حطيناها الأول علشان تدخل، أيوة كده بس. وبتبقى دي مثلا زي حاملة شموع بسيطة خالص، ومن حاجات موجودة عندنا في البيت بنستعملها كتير. فكرة بسيطة خالص بس يعني بتدي شكل لذيذ. بتمنى تكون الوصفات بتاعت النهارده عجبتكم. عملنا الفراخ الصيني بمكونات بسيطه وسهله وطعمها لذيذ جدا وسريعه، وعملنا سلطه المكرونه المنعشه ملونه والوانها حلوه،
عملنا اسرع والذ براونيز ممكن تعملوه في البيت، واكيد الاطفال هيتمتعوا وهم بيعملوه معاكم. بتمنى تكون الوصفات بتاعت النهارده عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده ووصفات جديده واكيد افكار جديده. باي باي.